في هذا المقطع سنتحدث عن لي الشرب أو ميزان الشرب أو ميزان الماء، وكيف نستطيع باستخدام هذا اللي أن ننقله من أكثر نقطة بحيث ننقل المنسوب من نقطة إلى نقطة أخرى باستخدام هذا اللي. طبعا ممكن أن نستخدم هذا اللي في نقل مناسيب الأعمدة، في نقل بالنسبة لأعمال الخرسانة المسلحة، في بالنسبة ممكن لنقل أعمال مناسيب الأسقف، ممكن للبلاط، ممكن للديكور، بحيث أنه نحصل على نقطة ثابتة. عندما نقوم بفرد اللي نقوم بشده حتى نضمن أنه لا يوجد فيه أي انحناء، نشده من الطرف هذا ومن الطرف الثاني بحيث كما ذكرت لنا لا يكون في هناك أي انحناء. بعد ذلك نقوم بأخذ اللي بوضعه في قارورة ما تكون القارورة مرتفعة بمقدار تقريبا متر، ثم يقوم أحد الزميلي بسحب أو بشفط الماء من الطرف الآخر حتى نضمن سريان الماء داخل اللي. كما نلاحظ الماء يمشي داخل اللي، وهذه فقاعات الماء تسير بالأمام. لابد أن نترك الماء فترة طويلة، فترة دقيقة وأكثر حسب طول الليل بما يضمن خروج الفقاعات. لاحظ الفقاعات تسير في الليل ولا بد من التخلص منها، لأن هذه الفقاعات تعمل على عدم ضبط المنسوب وتؤدي إلى خلل في المنسوب وخلل في القراءة وما ولا تعطينا منسوب ثابت في الجهتين. بعد أن نتأكد أنه الماء الآن أصبح صافي وأنه تخلصنا من كامل الفقاعات، نقوم بلاحظوا لم يعد هناك أي فقاعات، نقوم بإغلاق طرف الليل وبسده بالأصبع، وكذلك نقوم بسد الطرف الثاني من اللي، الطرف الآخر. الآن سنقوم بسده ثم رفعه إلى أعلى، لاحظوا، ومع البداية أو النهاية التي كانت بيد زميلي، لاحظوا إذا وضعناهما بجوار بعض على شكل رقم 11 نجد أن منسوب الماء في البداية والنهاية بمنسوب واحد. إذا كان هناك خلل في المنسوب أو أنه أحد المنسوب مختلف، فإما أن هناك فقاعة ماء لا زالت داخل اللي، أو أن أحدا يدعس برجله، أو هناك بلوكة أو قطعة بلاط فوق اللي. الآن سنقوم بنقل بتحديد منسوب ثابت في الجدار. هذا المنسوب سنقوم بنقله إلى أكثر من مكان. طبعا ممكن أن يكون هذا المنسوب ممكن أن يكون مثلا متر، ممكن أن يكون متر 20، ممكن أن يكون متر 50. كل يعني يأخذ المنسوب أو المنسوب الذي يناسبه، لأنه أو الذي يستطيع أن يعمل عليه. مثلا نحن هنا سنأخذ على متر 40، أنا أرى أنه بالنسبة للمتر 40 مناسب بامتداد تقريبا يعني الكتف. الآن وضعنا علامة بمنسوب المتر 40، هذه العلامة الزرقاء، ونحددها بالقلم على هيئة مثلث. متر 40 مكتوب على الجدار. أصبح الآن هذا لنا مرجع. سنقوم الآن هذه المتر 40 نريد أن ننقلها إلى أكثر من عمود أو إلى أكثر من جدار أو إلى أكثر من منطقة. الآن أقوم بأخذ طرف اللي ثم أضعه بجوار العلامة، لاحظوا معي قطرة، ثم أحاول أرفع وأخفض اللي حتى تثبت العلامة، تثبت منسوب الماء عند العلامة عند الخط 140. لاحظوا معي الآن أقوم بالرفع والخفض. في الخلف عند زميلي يقوم زميلي عندما يعني أعطيه مؤشر أنه الآن الماء أصبح عند العلامة، يقوم بوضع خط هناك. الآن لاحظوا أرفع، أقوم بالرفع والخفض حتى يثبت. ثبتت كما تلاحظوا هنا في الصورة، ثبتت منسوب الماء. الآن أقول لزميلي ثبت، ضع علامة عندك. وضع الآن زميلي علامة عنده. إذن أصبح لدي منسوب ثابت هنا ومنسوب ثابت هناك عند زميلي نفس المنسوب. لاحظوا هذا المنسوب، هذه العلامة التي وضعها زميل. الآن ممكن أن ننقل هذه العلامة، هذه العلامة علامة المتر 40 أو هذا المنسوب، إلى عمود آخر، سننقله إلى العمود بالخلف. الآن أنا سأقف هنا وسيذهب زميلنا الذي يصور إلى المهندس أحمد حتى يثبت أو يصور نقل علامة. لاحظوا الآن أنا أحرك صعودا ونزولا حتى يثبت الماء. الآن
ثبت الماء تقريبا، ثبت الماء عندي هناك، ويا أحمد ضع على ما عندك. يضع علامة بمنسوب الماء الموجود بالليل. أصبح الآن لدينا علامات، ثلاث علامات أو ثلاث نقاط بمنسوب واحد. الآن الغرض من هذه النقاط تمام أنه ممكن بالنسبة لنا هنا في هذا المبنى ممكن أن نحدد بها منسوب الديكور أو منسوب البلاط أو أي مناسب أخرى، وسنقوم بنقلها إلى بقية الأعمدة التي بالخلف أو إلى بقية الجدران التي بالخلف حسب الحاجة وحسب ما يستدعي المشروع. هذا المنسوب سيكون ثابت وسيكون على مستوى واحد، يستطيع منه المبلط أن يأخذ المنسوب منه أو يثبت عليه المنسوب. مثلا لدينا البلاط الآن بارتفاع سنقول 7 سنت دفان مع البلاط، إذا معنا 140 نخصم منها 7 سنت، سيبقى لنا تقريبا 133 سنت. سنأخذ من العلامة إلى أسفل 133 سنت، ثم نحدد المنسوب بالأسفل اللي هو على بعد 133 سنت، هذا سيكون منسوب أعلى البلاط. يقوم المبلط بالحفاظ عليه وتثبيت يعني ووضع البلاط عليه بحيث أنه يكون بمنسوب أو بميزان واحد. الآن سنضع علامة بالأسفل على 133 سنت، سيضع زميلي العلامة بالأسفل. هذه العلامة. الآن سننتقل إلى عمود آخر ونضع علامة أيضا من ننزل 133 سم من 140 أو من العلامة التي وضعناها سابقا حتى نحدد للمبلط أو معلم البلاط، نحدد له المنسوب عند هذا العمود بحيث يشد بينهما خيط. لاحظوا هنا أنه الجزء المتبقي من ما بين السطح من أسفل والعلامة صغير أقل بكثير من السابق، لأنه السقف هناك تفاوت في صبة السقف، هناك جزء ساقط مرتفع وجزء منخفض. أصبح لنا الآن هذا مؤشر للمبلط. الآن سنقوم مثلا بعملية الديكور على أساس أن نحدد منسوب للديكور. فمثلا لدينا هذا السقف، نفترض أن الديكور سيكون 145 سنت، 25 سنت ارتفاع الديكور. لدينا المسافة الآن 123 سنت إلى أعلى. الآن سنخصم منها 25 سنت من 123، سيكون لدينا 98 سنت. سنضع الآن علامة على 98 سنت بالأعلى حتى يأتي معلم الجبس أو معلم الديكور بالسير عليها بحيث أنه يكون السقف بميزان أو بمنسوب واحد. سنضع علامة هنا وسنكرر نفس العملية في العمدان الثانية. سنذهب إلى عمود ثاني أو عمود آخر عفوا ونضع أيضا العلامة. سنأخذ من العلامة التي وضعناها أو منسوب الثابت الذي وضعناه سابقا، سنرفع منه 98 سنت، ثم نضع علامة بالأعلى. هذه 98 سنت. وهكذا أصبح لدينا الآن أكثر من نقطة أو أكثر من مرجعية لمعلم الديكور، يستطيع أن يشد بينها خيط بين العلامات التي بالأعلى أو يستطيع أن يثبتها بالطريقة التي يراها مناسبة.